الله أكبر الله أكبر. الوالدين ديالهم الأموات الله يجزيهم المغفرة لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة، اللهم قدس أرواحهم في أعلى عليين، اللهم اجعلهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مالك المقتدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذومي قاب بالبركة. لا شك أنه ثعقلم خمشنا إذي الجيغ أمشنا شنتنين الأسابيع إجنتنين سيمانات تغسو واغد زقمشنا نغوم أنه يمشنا يتعانى سنقيت ومان إذا سنقى يعني وغاسن بوامان لأنه أمان ديجن حاش مقارس ضرورية الحياة فريمان كشي تمتا النفس البنادم بويدا تمث ربهايم بويدا تمثنت يعني الحياة زمان من زيت غنبي صلى الله عليه وسلم رميت غثي السقسى يجو صحابي من دسينا الناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بابا يموث نغيم مثموث من صدق يتجن أفضل عند الله سبحانه وتعالى أتقغ يعني قارس نشين مضمونة بإذن الله ومر الصدقات إن شاء الله مضمونة ولكن غزاف إيوامان يعني وينات الفضل اللي غاسن الناس النبي صلى الله عليه وسلم الناس سقي الماء سبحان الله وما ينطق عن الهوى إنه رسول الله صلى الله عليك يا حبيبي يا محمد صلى الله عليه وسلم رميت سقسان إن سن سقي الماء لأن أعظم حاجة هي تكشد أمان وغان قصاص تنقرانين دي بنو إسرائيل نسن أنه تغذين تمغاث تكشد سيوقزين هذه سوء من تقاث مغاثة غفر الله لها فأدخلها الله الجنة شحاذين الفرجات الفرجات مش حاذين الكروبات ميسين تذي كواربا مواماني كشيثن بن أذم وزيد وزيد أحبابي الكرام أذومي قارب البركة نشتجع غطاس غوامان ثنين سيمانات قومي دوسي غذاني تاتيش نغوم دمشانا مار نغوم قامشانا كذا 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 فيديو قيادو ولكن أنزا ما يخرق ذا شان المشروع نغوى ذا يخرق شا ما تغيس كتصيد رب العالمين شان أمرافض لأنه والله ونغيوض نذي قمانايا يعني غنس تتحوس غيني ناريز نغ رجل لا لا قارس أمرافض أمرافض يجل ما كان ثعراء أخواريز خرجوا لذوين ثعراء يعني ونيتتي عذو الرجولة نغثني تتي عذو ثامغاث إذن أنغزار من دا يوقعن أظن مشروع دا يخرقن إجيث ومثنغ سليمان يماس ذباباس وإجيث باباس الحاج حميدة فرعوني تصدار بث يرحم ثم الحاجة فاطمة فرعوني كذلك رحمهم الله وتتار الزيوم مغزام المشروع الرائع إذا يخرقن تمني غتقم الدعاء أي الزوم تتاخ طلب واجب خوم مر قث الدعاء يوذن يقين ثم يوذن يتقن نوثن من ما وإن شاء الله قذين ينوثن قوانت قبري ذي إن شاء الله ذي الأخوات كذلك راني انتق حد يقخوا عياس حد كذا ذي نعوذ بعض الإخوان ما زال قترجان الدعاء قنسن إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله أنو واني وانو عجينا توا ذو مني غجن حاشد أنه توا تظلم تقبر أنه وين ثال مشروع من يخرق أنه ذا ثنزيدة يعني سبحان الله ذيس ناي النجارات هيا من هالمسجد توقين تذي وذان تحب الدواد مهم جماعة ذاني تتي عيني جزا صيدة رب العالمين قين ذا ثنزيدة جديد قين وين صيدة ربين غي جزان إن شاء الله على بركة الله على بركة الله الوادر خارج الوادر خارج وغادي نجم الله أكبر الله أكبر أمان مقارنة حسينة جدا من وعاء أمان بيجن السعادة الله 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 ما شاء الله على بركة الله أمان الله ما شاء الله ما شاء الله لي معلومه جديده ان شاء الله خويا ايليا كاع
إلياس أنت كلفن كمشروع عواني كثير خويا إلياس وزيتي كلفن يعني وزيتي استفدن زيت شورتي ذاني كثير أخو بالنسبة السلام عليكم أولا بالنسبة الشارة وتجيبو يتسمى دام شانا وهي استفادن بالنسبة قادة نتيجة المنطقة السات بعد الساشن كولومي تدوزين استفادن هو السجن لينيا زي بوسيتو الطحار دينيا تروح لينيا الثاني تاتير زي بوسيتو أرضيها مسودة الربحة حرحة زيد عاود بالنسبة عاود قش لينيا يساس ودي عاود حسب شكله ومتدوزين عاود هو انت ليني تسباري عاود ليني يتفرن ثاني تثياء ليني يتمارا نصف ليه انت تساس يكوتي تثياء وانت زاناتي تروح نصدوهما يشكل تكسا يشكل تهوى الساء برا الانستالاسيون إذا يخرقان برا المسجد عاود يستفاد طويا مزوع المسجد وغاس نبويا ما إذا غاك اللون بالنسبة للمسجد وغدا يجموانو وا زي سجن نسبة طمس زيان تموا من يخدم 10 مينوت 10 مينوت نكون 30 ساعتين ولكن دي سجن قادوس مزار يتأفاق السكينة يتسمى يتسمى دي سدراني دوين وزمان أمان قا شواتي أمان ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله شعر مكتين من أمان فرنزيني زيبان يا كم نير زيني زيبان أمان فرنزيني زيبان فما شاء الله طبعا أفسنخو زيب ننشانو هني جندا مرة وجيبو موانا 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 ينقر مانيشان نعم ماكش الإخوان قانت مع واخا خاص كوشي قوانو هني دا مرة ما شاء الله تفق ما مسموح عادي ياد نراشو دا بيامانا اسبيسيال بداية نشكر جمعية سفينة الخير على هذه المبادرة الطيبة والحسنة التي قاموا بها فلهم منا كل التقدير والاحترام ومزيدا من فعل الخير حفظكم الله ورعاكم من كل شر وبلاء ومكروه حقيقة مثل ذا الأخ بالنسبة لي وأنا في المرة ذا يتوجن دي المنطقة فهمت شوية تأمل يعني لوش لقن شوية ملاحن ولكن بالنسبة لي وأنا يعني جيت الله مبارك يعني مبارك مبارك الحمد لله أول أنو نزرع قسم النص يعني أمان دمي زيدنا ما شاء الله فحفظكم الله الله يحفظكم الوالدين ونتمنى يوم مرة من سبحان إن شاء الله اللهم اجعلنا في ميزان حسناتكم يا ربي يا إن شاء الله تبع الثاني غنزات الطاقة الشمسية لأنه طاقة شمسية مستفيد جن أغان مستفيدة المستفيدة مستفيدة ونديج إجن حاشت ضخمة طاقة شمسية مستفيدة إيران الدور داني تتحبب الكرام أكبر غوانو ثاني دي بقان إن شاء الله بسم الله على بركة الله اللهم بارك سي إلياس النار صوت الشم لا لا واخا سي إلياس النار الطاقة الشمسية نسني للتيتيرا الدور ألمانيا ممكنة وشمال بالنسبة للطاقة الشمسية الكومباتيجا مش حامة غاك الرقواج أهن تصيو سبحان الله على حسب نخصة غايتيري غنغيش نكتاليغ ونخصة مش حاكا المسافة ماني غتصيو دعنا سبحان الله يعني ديني ماش تصيو 2 كولوميت 3 كولوميت 4 كولوميت مش حامة خصة تصيو دعنا تصيو واني تتدج الفضل ضمقا الطاقة الشمسية زي سفينة في مكاسة مع بلاكاتين قرانين ونجيبو بلاكاتين الزيني بلاكاتين قرانين تيم قرانين بالنسبة لبلاي كان 160 و تيم قرانين 160 يعني جادا بورو لأنه ذا المسجد دوينا ذا كلشي إن شاء الله إذا نزرع المشروع من نزغيز خويا إن شاء الله تعالى أنزامين يستكين ومانا مرة ذواني تاتيا ذانو بسم الله الله أكبر بسم الله زواني تاتيا ذانو زواني تاتيا إتيران الدور كوشيا يعني زواني تاتيا سيدي كان قاستش عنصة سيدي فغر عنصار ثم يطرح غابوسيتو ضم قران خمي غير فغر زي بوسيتو ني يطرح غا تسبارين خمي غير فغر تسبارين طاقة الشمسية تيرا تسعدو يكوشيا من بعد قوان قوذات غا تشوراث ممشي لنا مش حا امو كولوميت كولوميت روز جد كولوميت دوزين اقش فوق الزيت شوالين امو تشوراثي 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 امو تش كولوميت امو كولوميت دوزين امو وشقدين يعني جل فاضل يتصيد ربي وجد لحظة اجنوينا مشنا ثوان تشا بمشانا قارش احسن امان مشانا دينا فالبركة غات ان شاء الله دي جن الدلالة أنه صدى رب العالمين يقامنا يا ذني تاتي مبارك إن شاء الله بإذن الله لأنه ربما يؤذن ويخرق وانو يا ذني تاتي
قارسن فضل لله، ولكن يمكن تغين الظيم يزيدا أين يحفظ سيد ربي العالمين. ثم يلا هنزار يؤدين الطاقة الشمسية ستين هلو والوالسان يستفيد الطاقة الشمسية قام قرنك مش توران ثاني تتي مرة الطاقة الشمسية. أحبابي الكرام ذيني بعض النوذان مساكين واني تتي ديجن بالغ ديجن نداء إذن سنطا ذين بعض النوذان الخرخو بعض التشورات مازال عاد تعانن سوامان غار يجي العادات والله يجي العادات مساكين ونيتواران يزمر هذي عاون سمين زما وتجيبو ضروري اتقذ وحدش انو الا ربما لان هذي النوذان قرا شي تقمه خفي غرا مرض مليون شاش دي صدقه جاريه مرض كي 3 4 مليون 5 مليون كزيان يعني سبحان الله اي بنادم منو مزما قادين بنادم يوشا عشرة مثلا ولكن ويزمع يوشا ثنعاش ويزمع فمان وزديتي كل شاء إلا في حالاتي لي أمان ودسن هذه قرحشت عادية هذا هم يقعد بالبركة لأنه الطاقة الشمسية قادوا نين مشروع ذمقة ونيتو ينسواتس الطاقة الشمسية انت تتي شنج الجاد إيوينة انت تتي شنج الجاد إيقودس مي غير شي فودس مارا تكون تحت هذا الفريق تحت هذا بوسيتويا مي غير حنا بوسيتويا يتعمى ضي سوامان خلينا هو اللي تتسارب كلشي واخا توغا الطاقه الشمسيه تبد ديهامو ولكن امان تيري قاين داني تتي هذا مي قلب بالبركه اكن يحفظ سي ربي غادي يجي السعاده تبقى تيني الشهر غسان عقب غادي تشوف في المغرب ان شاء الله زاني تتي بعض تشوف ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى اخسنك ذا الجندي الدريوش قطرة جنايا غا صاحب ذي الجن قبريد انتفوغت كذلك أثنك بإذن الله سبحانه وتعالى ذين أجل العداد إن شاء الله رخو أنو يا والدتي ويس 12 أنو ويس 12 الرقم 12 إن شاء الله رخو أن جا ويس 13 ويس 17 ويس 15 أنا أرغان رق الله سبحانه وتعالى هذا مي قارب بالبركة إن شاء الله ذين بلاكا نوينة صاحب المشروع إن شاء الله يموثن أن يحفظ سيد ربي العالمين طبعا الحاج حميدة فرعوني ذي الحاجة فاطمة فرعوني هذا اسمك بلاكا ذاني تاتي إن شاء الله أكت غاري وتاكي بخشوها لي باش مكر يعني مشروع انت قاس مثلا بلاكا أتز ذاني تاتي التام قران كذا كذا صدقة جارية ما يمي وجحو ما عندها سني وذاني لا أبدا ولكن الهدف مارة زمانة يا أحبابي الكرام هي خميغة زان إيسي ذاني تاتي تقن الدعاء تقن الدعاء أما الإخلاص سيد رب العالمين خاص يعقبن قوى تجيد نشو رذوين ورذوين ورذوين نشو السنغ من غاك الجور شكوى السنغ من غاري الجور ولكن نخمي غي زعب نذم أنه يا نويا أنه يا مانا فران وفراني إدقاك الدعاء وا قيم موذ إدقاك الدعاء اللهم ارحمه الله إيج الكلمة طيبة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوان كنهنيكم على هذا المشروع وكنطلب الله سبحانه وتعالى يجعل هذا العمل في الميزان القبول ان شاء الله ويجعله صدقه خالصه لوجه الله تعالى والله يجازي المحسنين الله يجازيهم الله يجازيهم الله يحفظهم من كل بلاء ومكروه الله يحفظهم من كل بلاء ومكروه الله يقوي الايمان ديالهم ان شاء الله الله يقوي الايمان ديالهم ان شاء الله اجعل البركه في العمل ديالهم اجعل البركه في العمل ديالهم اللهم يسر امورهم الله يحفظهم في السفر والحضار اللهم احفظهم بما حفظت به ذكرا حكيم الوالدين ديالهم الاموات الله يجزيهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم ارحمهم برحمتك الواسعه اللهم قدس ارواحهم في اعلى عليين اللهم اجعلهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مالك المقتدر اللهم اجعلهم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. جزاك الله ربي اقشى الامانه اقشينا نوينا الطاقه الشمسيه اين نوانو يعني ما يصفون ومان قد يقصيتوني ذوني دجا ان شاء الله اليوم يكرم بالبركه ان شاء الله يتمنى تمني ان شاء الله الوصيه يرف دقه اختر قد تسمي تعنا في غايه تقسني وهي تقشى
في غار خطر وش مارثو في تيفوض وش سامن هذا مي قرب بالبركة كن يحفظ سيد ربي وحبكم في الله تمني الزاو إن شاء الله أتراجم ويس 13 السلام عليكم شكاسي إلياس عوض هاتي يحفظ سيد ربي نتاتي وغاد مكلف ذني تاتي خل المشروع الرائع ما شاء الله حتى لو وصلني غاسات جينا قاش كيدا لو وصل نقصة مش هيبدا يضحك يعني ما شاء الله العمل متقون شي حفظ سيد ربي هذا مي قرب بالبركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.